فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نصلح بين طرفين متنازعين وأن نأخذ أجرة منهما مقابل الإصلاح؟ لا، هذا ما يجوز إلا في حالة المصلح بين فئتين أو قبيلتين، ويتحمل، إذا تحمل مال في مقابل الصلح فله أن يعطى من الزكاة ولا يترك الغرامة عليه يتحملها. أما غير الصلح بين الناس فلا يأخذ عليه. نعم.